صباح الخير متابعي فقرة حياتك والطقس من طقس العرب، وأهلا وسهلا بالمتابعين الجداد. نهار اليوم الخميس بتضلها الأجواء مستقرة صافية ومشمسة وأجواء دافئة نسبيا، وطبعا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية. أما كيف رح يأثر هذا الطقس اللطيف على نشاطاتنا اليومية وعلى حياتنا؟ اليوم الجلسات الخارجية فكرة جيدة، وأيضا غسيل السيارات ونشر الغسيل اليوم أجواء ممتازة لمثل هاي النشاطات. إذا اللي حابين نروحوا على البحر الميت اليوم أجواء جيدة، ولكن بضلها السباحة فكرة مؤجلة بسبب برودة المياه. أتسوق اليوم خلال ساعات النهار وحتى الليل ممتازة، وفرصة وجود الناموس في الجو رح تكون ضعيفة، ولكن رح يكون في عنا فرصة لوجود الحشرات المتنوعة. فبدي أنصحكم أنكم دائما تذكروا أبواب المنازل وحتى النوافذ لحماية أنفسكم. رح تضلها صحتنا متأثرة بالأمراض الموسمية، ولكنها بتقل نسبيا لأنه الطقس عماله بدفي شوي. فطبعا رح تكون فرصة تأثرنا في الإنفلونزا متوسطة وفي الجيوب أيضا، ولكن الربو رح تضلها ضعيفة بسبب انعدام وجود الغبار في الجو. وطبعا اللي بيعاني من الروماتيزم رح تضلكم متأثرين في هذا الطقس طول فترة الشتاء، فدفوا حالكم كتير منيح وابعدوا عن الأجواء الباردة مباشرة. طبعا الأشخاص أو الرياضيين اللي حابين إنهم يمارسوا هواياتهم الرياضية في كافة أشكالها مثل كرة القدم والسلة، الركض والمشي لمسافات طويلة، وحتى الركوب على الدرجات الهوائية، اليوم الأجواء رح تكون جيدة مثل هاي النشاطات. ولكن بالنهاية طبعا مع أنه الأجواء اليوم دافئة، بس أنا بدي أنصحكم أنكم تضلكم دافين حالكم وطبعا لابسين جاكيتات ثقيلة في مثل هاي الأجواء. أنا لهون أتمنى لكم نهار جميل ودافئ، وإلى اللقاء.